خلينا دلوقتي بقى نعرف يعني اخبار الطقس النهارده ايه، وهيئه الارصاد توقعت ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ودافي بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ومائل للحراره على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء. كمان في النهارده شبوره مائيه الصبح بدري وقد تكون كثيفه احيانا على الطرق السريعه القريبه من المسطحات المائيه والطرق الزراعيه المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وكمان وسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في ثلاث ظواهر جويه يعني واضحه معانا النهارده بشكل كبير. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، استمرار ارتفاع الطقس في درجات الحراره خلال فتره النهار، خاصه فتره الظهيره هتكون درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي درجه لدرجتين، بسبب تاثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، واحساسنا بالطقس الدافي خلال فتره الظهيره تحديدا على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للحراره على شمال الصعيد، حاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده قلنا مع سطوع اشعه الشمس، لكن مع غياب اشعه الشمس بنبدا نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. اليوم ايضا تكونت شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، محافظات شمال الصعيد، وادت انخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. الشبوره المائيه دي تكونت الساعه 3 الفجر واستمرت حتى سطوع اشعه الشمس، يمكن ما زالت الان الشبوره المائيه موجوده على بعض الطرق، تقريبا ساعة كمان مع استمرار سطوع أشعة الشمس هتبدأ الشبورة المائية في التلاشي وتبدأ الرؤية معها تتحسن على أغلب الطرق. اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة جدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، نسبة الحدوث لا تتجاوز 30%، وهي غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، مع وجود أيضا نشاط سياح على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هيخلينا نحس ب يعني تلطيف في الأجواء فترات المساء وفترات الليل. يمكن الأجواء دي متوقعة إن شاء الله تكمل معانا غدا الاثنين إن شاء الله نفس هذه الأجواء، لكن متوقع مع يوم الثلاث والأربع القادمين نبدأ نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط هيعملوا على انخفاض درجات الحرارة، فرص سقوط أمطار على المناطق الموجودة في شمال البلاد. يمكن كمان مع نهاية الأسبوع هتنخفض درجات الحرارة انخفاض ملحوظ توصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 20 درجة مئوية، فنبدأ نحس بالأجواء الشتوية مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المحافظات، وهنبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 25 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-14، اسكندرية 24-14، العلمين الجديدة 24-14، مطروح 23-13، دمياط 23-14، بورسعيد 24-14، إسماعيلية 26-13، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 13، العريش 24-13، كاترين 21-4، طابة 25-15، حلايب 27-19، شلاتين 29-19، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-17، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 11، بني سويف 25-10، الوادي الجديد 28-11، أسيوط 26-10، سوهاج 27-11، قنا 28-12، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. وناخد بالنا زي ما الدكتورة منار غانم قالت لنا يعني نتابع درجات الحرارة بشكل يومي، عرفنا درجات الحرارة النهاردة والطقس، كمان ناخد بالنا أن في شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والساحلية المختلفة، كمان في نشاط للرياح وسقوط أمطار لكن خفيفة مش مؤثرة على أي حاجة النهاردة، وتوصلوا أشغالكم وصالحكم بالسلامة. ونرجع مرة تانية لمصطفى فسنت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لميا.